أنسى أو أساعد على ابتعاد أو تبني سياسات اقتصادية فعالة فعلا. على نسمع عن تنويع مصادر الدخل منذ 4 أو 5 عقود من الزمن يعني، ولكن بسبب يعني أنا أسميها أحيانا النفط أصبح نقمة وليس نعمة فيما يتعلق بسياسات تنويع مصادر الدخل. ولذلك أعتقد وفرة المال وضخامة الأموال النفطية ساعدت على عدم تبني السياسات دكتور، قبل فعالة أن جدا نختم لدي لتنويع سؤال، مصادر يعني الدخل. حالة الاستقطاب التي تحدث حاليا بين دول الخليج على استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخارجية، هل هي يعني خطوة استباقية يعني لأن مستقبل النفط بدأ بالتذبذب، أو ربما حتى أن الدول الخليجية ربما ترحل عن عالم النفط؟ طبعا يفترض ان تكون هذه الرؤيه، ان النفط قابل للانتهاء في يوم معين، وليس حتى لو ما انتهى النفط، يعني انخفاض وتذبذب اسعار النفط وظهور اكتشاف ابار نفط جديده في دول مختلفه وانخفاض اسعار النفط. الدرس الذي يجب ان ناخذه من 2014 عندما انخفض اسعار النفط من 130 دولار للبرميل الى ما دون ال 30، يجب ان يكون درس جيد لدول الخليج، وتكون دافع للابتعاد عن النفط وتنويع القاعدة الإنتاجية. ليس فقط الآن لا يهددون فقط حجم الاحتياطي النفطي في دول الخليج، ولكن أسعار النفط الآن بدأت تتذبذب.